بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بعد، يقول المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين: اعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. هنا الكلام على المكلف والتكليف ومعنى ذلك وبيان حقيقة المعرفة الحادثة. يجب على كل مكلف أن يعرف، الكلام هنا في المعرفة الحادثة. فالمعرفة الحادثة هي الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان. فقولنا الجزم احتراز من الظن، عندنا ظن وشك ووهم. الظن بالمعنى العام يجمع الثلاثة: الظن والشك والوهم. الظن هو الاحتمال أو إدراك الطرف للراجح، والشك هو الاحتمال المساوي، والوهم هو الاحتمال المرجوح. وقولنا المطابق احتراز، يعني هي الجزم المطابق. فبقوله الجزم، يعني في تعريف أو في بيان حقيقة المعرفة، خرج بقولنا الجزم خرج الظن والشك والوهم، وبكلمة المطابق خرج الجهل المركب، فإنه جزم غير مطابق لما في نفس الأمر. والجهل إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون، الجهل البسيط أن تجهل الشيء، والمركب سمي مركبا لتركبه من جهلين: أن تجهل الشيء وأن تجهل جهلك به، فتركب من جهلين. ثم ذكر مثالا: كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك، يعني الفلاسفة يعتقدون أو يقرون بقدم الأفلاك، وهذا غير مطابق، غير مطابق. هذا جزم ولكنه غير غير مطابق، لأنه لو كان مطابق لكان معرفة، ولأنه غير مطابق فهو جهل. جهل مركب ولا جهل بسيط؟ مركب. جهل مركب، لأنهم يعتقدون قدم الأفلاك. وجزم اليهود والنصارى بسلامتهم من الخلود في النار يوم القيامة، بل إنهم يقولون لن يدخل الجنة، كما قال القرآن الكريم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهم يجزمون بسلامتهم من الخلود في النار أو بعدم دخولها، بل بأنه لا يدخل الجنة أحد غيرهم. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين أمين: أعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب بحق مولانا جل وعز
وما يستحيل وما يجوز. عندك يجب هنا اثنين، يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب. فيجب هنا بإسنادها إلى المكلف، غير يجب التي في حق مين؟ مولانا تبارك وتعالى. فما الفرق بينهما، بين الوجوب هنا وبين الوجوب الثاني؟ نعم، يجب هنا يعني معناه لأن المعرفة واجبة بدليل الشرع لا بدليل العقل. أما يجب في حق مولانا يعني معناه الوجوب العقلي، خلاص كده. وكذا يعني الحكم العقلي هنا، الحكم الايه العقلي. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني مثل ذلك لا أن يعرف ذلك. لماذا قال مثل ولم يقل أن يعرف ذلك؟ لأن الواجب في حق مولانا، صحيح هذا يسمى واجب وهذا يسمى مستحيل وهذا يسمى نفس التسمية واحدة، وفي حق الرسل أيضا نقول ما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز، لكن الواجب هنا بالنسبة للرسل غير الواجب بالنسبة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ذلك قال وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك، يعني الواجب هنا بما يناسب مقاماتهم العلية وبما يناسب صفاتهم البشرية، غير الواجب في حق مين؟ يعني له اسم واجب، يعني يجب لله تعالى أو في حقه القدم. هل نقول أنه يجب في حق الرسل القدم؟ لكن نقول يجب، يعني هنا واجب وهنا واجب، بس الواجب هنا غير الواجب هنا. يعني بالنسبة للرسل واجب في حقهم الصدق، الأمانة، التبليغ، الفطانة، لكن ليس واجبا في حقهم الوحدانية ولا القدم ولا البقاء إلى آخره. لكن هذا الاسم يعني اشتراك إيه هنا فيه؟ اسمه مشترك زي ذا لفظي، والوجوب هو الوجوب، يعني لفظ مشترك هنا لفظي ولا معنوي. الاشتراك هنا الاشتراك اللفظي بيكون معناه ايه؟ لفظ واحد والمعنى ايه؟ والمعنى متعدد. زي ايه مثاله؟ كلمة عين، ده مشترك ايه؟ لفظي. ده مشترك لفظي يعني اتحاد في اللفظ وتعدد في الوضع والايه والمعنى. اما المشترك المعنوي اتحاد في اللفظ واتحاد في المعنى واتحاد في الوضع، ولكن تعدد في الأفراد التي تحتها، التي تحت هذا المعنى. مثاله كلمة إيه؟ إنسان. خلاص كده، يبقى في مشترك معنى وفي مشترك إيه؟ لفظي. فالواجب هنا من باب المشترك إيه؟ اللفظي، لأن المعنى معنى الواجب هنا غير معنى الواجب هنا. لو كان واحدا لقلنا مشترك إيه؟ معنوي. حقيقة المعرفة الحادثة هي الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان. فقولنا الجزم، تعريف المعرفة هنا هو تعريف العلم، الجزم هنا المراد بالمعرفة العلم. نعم، خلاص كده. ولذلك لماذا سماها معرفة وهي ايه؟ نفس تعريف العلم. نعم، العلم هو الجزم المطابق للواقع. لماذا سماها معرفة؟ لأنها مسبوقة به بعدم، بجهل، بخلاف الايه العلم، فانه لا يستلزم ان يكون مسبوقا بجهل. ولذلك من صفات الله تعالى ان نصفه بالعلم لا بالمعرفه، لان المعرفه تستدعي سبق ايه جهل. فقولنا الجزم احتراز من الظن وهو الاحتمال الراجح. ما هو واحده، لكن بالنسبه للمعرفه الفرق بينها وبين العلم انها تسبق به بجهل، بخلاف العلم. العلم إما أن يسبق وإما إذا كان قديم لا يسبق، خلاص كده، ليس بالضرورة أن يكون مسبوقا بجهل، بخلاف المعرفة. لذلك يقال الله عالم ولا يقال إيه عارف. فقولنا الجزم احتراز من الظن وهو الاحتمال الراجح ومن الشك. الجزم يعني الجزم القطع، جزم يعني قطع. ومن الشك
وهو الاحتمال المساوي. يعني أول ما نقول الجزم ده احتراز من الظن، أن الله تعالى يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا مهما كان، حتى ولو كان ظنا راجحا. ومن باب أولى إذا كان مرجوح أو مساوي، يعني هو إذا كان راجح لا يغني. يعني لو قلت مثلا نسبة 90% إنه مثلا أن الله تعالى موجود أو قادر، ولكن عندك احتمال 10% إنه يكون لا، يبقى كده هذه ليست معرفة، لازم تكون جزم. جزم خلاص؟ نعم. يعني 100%. ومن الوهم وهو الاحتمال المرجوح. أفرض واحد مرة سألني قال لي لازم يكون 100%، قلت لازم يكون 100%. أفرض مثلا كانوا 200%، قلت لا، أي حاجة زيادة عن 100 يعتبر تأكيد ده. إنما هي الجزم 100% هو الجزم، 101 102 1000% كل ده عبارة عن مؤكدات، إنما الأصل حصل بإيه؟ بالمية دي بالتمام وبعد التمام. وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب، فإنه جزم غير مطابق. طب لماذا احترز من الجهل المركب ولم يحترز من الجهل البسيط؟ لا تتسرع أيها المغفل. الجهل البسيط لا يسمى معرفة أصلا، إنما الثاني في معرفة غلط. يعني دوك مش عارف خالص، كيف يعني ما فيهوش أصلا مطابقة ولا عدم، ولا مش عارف. يعني لا يقال أن يعني مثلا أنا مش عارف الشيء أصلا، فكيف يقال إنه عدم المعرفة دي غير مطابق؟ متى يكون مطابق؟ لما يكون أعرفه على خلاف ما هو عليه، يبقى في هنا عدم مطابقة، على ما هو عليه يبقى مطابق. فاللي هو فيه مطابق وغير مطابق اللي هو المركب، أما البسيط لا يتأتى فيه ذلك، لأن البسيط هو هو أن تجهل الشيء. متى نقول إن هذا الجهل غير مطابق؟ إذا كان مركبا. أما البسيط فلا يقال فيه مطابق ولا غير مطابق. فهمت؟ مفهوم؟ يعني المركب أن يعرف الشيء على غير، ولا يكون إلا مركبا، معرفتك الشيء على غير ما هو عليه، كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك، أو كجزم النصارى بأن المسيح عليه السلام قتل وصلب، هم يجزمون بذلك. يبقى هنا لا يمكن يكون ده جهل بسيط، وإنما هو جهل مركب. أولا تركب من جهلين، فيجهلون أول شيء الجهل اللي هو البسيط الأولاني، ثم معرفتهم بالأمر على خلاف ما هو عليه، لأن ما هو عليه في نفس الأمر أو الواقع أن الله تعالى رفعه إليه وأنه لم يقتل ولم يصلب، هم علموا شيئا غير ما هو عليه. يلا يا سيدي. وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب، فإنه جزم غير مطابق لما في نفس الأمر، كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك. بين 50 نجيبهم ولا كتير؟ دول 15 في 50 بس الشباب، عشان يمكن يكونوا خدوا عند الشيخ الحجين أو غيره. دول كانوا أنتوا الأخوان اللي قاعدين خدتوا الكتاب ده؟ لا ما يخش، لا انا اللي خد ما يخش عشان في ناس ثانيه. ادي 15 هجيب الباقي، انا معايا 50. لا ماشي، حد لا لا انا هجيب، لا 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 حد اجيبه عشان الدرس مولا. لا انا هجيب والله هجيب. هيروح معاك يا شيخ، ما هو الشيخ يحمل واحنا ممكن. انا كنت عاوز اسيب الدرس واروح اجيب معك. يلا يبقى اول شيء قول من الاول ايش من الجزم. فقولنا الجزم وقولنا أيها. وقولنا المطابق هذا الجزم. فقولنا الجزم. نعم. فقولنا الجزم احتراز من الظن. خلاص مفهوم الجزم احتراز من الظن، لأن الظن مهما كان لا يكون جزما. خلاص كده؟ نعم. وبعدين حيخرج به الراجح
وإذا خرج الراجح خلاص يبقى من باب أولى حيخرج إيه ما دونه، يعني إذا خرج الأعلى حيخرج إيه المساوي وحيخرج ما بعده. ولكن هذا التفصيل للبيان، يعني هو لو قال مثلا خرج الإيه الظن لا الاحتمال الراجح ولم يذكر المساوي أو الوهم لكان كافيا، لأنه يخرج إيه بدلالة الإيه الالتزام أو الدلالة التضمنية أيضا. ومن الشك وهو الاحتمال المساوي، ومن الوهم وهو الاحتمال المرجوح. وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب، فإنه جزم غير مطابق لما في نفس الأمر، كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك، وجزم اليهود والنصارى بسلامتهم من الخلود في النار يوم القيامة. وقولنا عن ضرورة أو ممكن تضيف مثال آخر، كجزم النصارى بالتثليث أو كجزمهم بأن بصلب المسيح، وهذا جهل مركب وهو اعتقاد أيضا. وقولنا عن ضرورة أو برهان احتراز من جزم المقلد المطابق، فإنه ليس بمعرفة وإن كان جازما مطابقا لما في نفس الأمر. يبقى كده المعرفة كده تعريفها كده كامل كده على بعض، الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان، أو ده التعريف. يبقى باقي هنا كلمة عن ضرورة أو إيه أو عن برهان. نعم، احتراز من جزم المقلد المطابق. بس كلمة الضرورة هنا غير الإيه الضروري والنظري، الضرورة هنا بمعنى الإيه البداهة، لأنه وضعها في مقابلة المعرفة الحاصلة بالبرهان أي المعرفة الكسبية، ومقابل الكسب إيه بدهي، والبدهي هو الذي يبده الإنسان لأول التفاته إليه، بحيث لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنه. وهذا الاصطلاح هو استعمال الضروري بمعنى البديهي أو البدهي، ينفع تقول بديهي ينفع تقول إيه بدهي، زي لما تنسب إلى إيه زي مدني وإيه ومديني، شائع في كلام العلماء، مع أنهم يصرحون بأن سائر العلوم الأخرى ضرورية أي بالنظر لما هو علم. يلا سيدي. وقولنا عن ضرورة أو برهان احتراز من جزم المقلد المطابق، فإنه ليس بمعرفة وإن كان جزما مطابقا لما في نفس الأمر، ويسمى في الاصطلاح يعني اعتقادا. كلمة عن ضرورة أو عن برهان حيخرج بها إيه جزم مين المقلد المطابق، ليه؟ لأنه جزم ومطابق، ولكنه ليس بمعرفة وإن كان جزما مطابقا، ليه؟ لأنه ليس عن ضرورة وليس عن إيه؟ عن برهان. ومعنى الضرورة إلجاء المولى سبحانه وتعالى النفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر. يعني شوف كده شرح معنى الضرورة هنا، اللي يعني معناها أمر ليس كسبيا، يعني جابها في مقابلة البرهان لأنه هو إيه كسبي، فقال الجاء الجاء المولى يعني معناها شيء ليس اختياري، ما تستطيعش أنت دفعه النفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث مثلا لو حاولت الإنكار لا تستطيع، كجزمنا بوجود أنفسنا وبأن الواحد نصف الإيه الاثنين وغير ذلك، ومما هو إيه كثير جدا. أما البرهان اللي هو الدليل المركب من مقدمات فيها إيه ضرور وفيها إيه وفيها نظري، يبقى هنا الضرورة كأنه فيها شيء من الإلجاء بمعنى الاضطرار، لأنها جاءت في مقابلة الكسبي، كسبي يعني عن إيه عن اكتساب، أما هذا شيء إيه ضروري. فسواء كان الجزم المطابق لما في نفس الأمر أو للواقع عن ضرورة أو عن برهان فلا يسمى جزم المقلد معرفة، لأنه ليس عن ضرورة وليس عن إيه وليس عن برهان، مع أنه إيه جزم. يلا. ومثاله جزمنا بوجود أنفسنا، وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين،
ونحو ذلك مما هو كثير. ومعنى البرهان، يبقى عرفنا معنى الضرورة، الجاء المولى سبحانه وتعالى الإنسان أو نفسه يجزم بأمر بغير تأمل، بحيث لو حاول الإنكار أو أن يدفع هذا الجزم لا يستطيع أو لا يجد بدا من ذلك. ومعنى البرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية، ضرورية في نفسها أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية. مو لازم ينتهي إلى ضروري حتى يكون إيه؟ حتى يكون برهان. لو انتهى إلى نظري لا، لازم نسلسل نسلسل حتى ينتهي إلى إيه؟ إلى ضروري. ومثال ذلك إذا قيل لنا فلان اشترى هذه السلعة بربع عشر الأربعين درهما. ثاني هذا المثال ده من أول. ومعنى البرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية. ومثال ذلك إذا قيل لنا، ومثال ذلك إذا قيل لنا فلان اشترى هذه السلعة بربع عشر الأربعين درهما. ربع عشر الأربعين كم؟ واحد، لأن عشر الأربعين كان أربعة، وربع الأربعة واحد. بس شوفوا اللفة كده، ربع عشر الأربعين تفتكرها أنت حاجة كبيرة، لما هو واحد. فجزمنا بأنه اشتراها بدرهم واحد ليس بضروري، ليس بضروري لنا ندركه بلا تأمل. يعني أول ما نجزم بأنه اشتراها ليس بضروري، لأن هذا لما يقول لك اشترى فلان هذا الكتاب بربع عشر أربعين درهما، يعني بدرهم واحد، فلا تدرك هذا إلا بعد التأمل وبعد النظر. إنما لو قال لك اشترى بدرهم واحد تدركه من غير إيه؟ من غير تأمل. فالفرق بين هذا وهذا أن هذا متوقف على التأمل والتفكر. بل لا يحصل لنا الجزم العرفاني بذلك من غير تقليد لأحد حتى نختبر أنفسنا، فنقول أقل عدد له ربع أربعة وربعها واحد، وهذه مقدمة واحدة ضرورية. أشوف عاوز رجع حالك للضروري، تنتهي أقول لك أقل عدد له ربع أربعة. الثلاثة ده أقل عدد له ثلث ده، إنما أقل عدد له ربع أربعة. طب وأقل عدد له ثم ثمانية. لا لا، العدد له ثم يعني واحد، يعني أقل عدد، لا أقل عدد، عدد أقل، لأن الواحد ليس بعدد. لما الواحد ده هقول أقل عدد، فهمت كده؟ يعني معناها فوق الواحد، أن الواحد ليس بعدد، العدد يبدأ من اثنين، خلاص كده؟ الواحد ده تضمه معاه يجيب الاثنين، يبقى أقل عدد له ربع له أربعة، وأقل عدد له ثمن اللي هو الثمانية، وأقل عدد له ثلث، وأقل عدد له خمس، وأقل عدد له عشر، وهكذا. بقيتوا رياضيين. وهذه مقدمة واحدة ضرورية لا تفتقر إلى تأمل. هذه مقدمة واحدة ضرورية لا تفتقر إلى تأمل، اللي هي إيه؟ يعني كون الواحد ربع الأربعة، زي ما كون الاثنين نصف الأربعة، وزي ما كون الواحد نصف الاثنين، دي مقدمة ضرورية لا تفتقر إلى أدنى تأمل. وهذه مقدمة واحدة ضرورية لا تفتقر إلى تأمل، أعني كون الواحد ربع الأربعة. صحيح مقدمة ضرورية، لكن هل تكفي في معرفة ما اشترى به الإنسان السلعة؟ لا، لازم تحتاج إلى مقدمة أخرى نظرية، ثم ننتهي إلى إيه؟ إلى القطع بهذا. لكن لا تكفينا هذه المقدمة في معرفة ما اشترى الإنسان به تلك السلعة حتى نعرف معرفة قطعية أن الأربعة عشر، مش الأربعة عشر، الأربعة عشر،
لو قرأتها 14 حيفسد المعنى. أن الأربعة عشر لما تبص لك أول مرة تفتكرها 14، إنما دي أربعة واللي بعدها مش عشر، عشر. حتى نعرفها معرفة قطعية أن الأربعة عشر الأربعين. هذه المعرفة عشان تعرف معرفة قطعية إنه الأربعة عشر الأربعين، يبقى دي عاوز هذه المقدمة. هل دي ضرورية؟ لا، إنما الأولى كانت إيه؟ كانت ضرورية. وهذه المعرفة بهذه المقدمة ليست ضرورية إلا أنها تنتهي بضرورة. لا إلا أنها تنتهي بضرورية، يعني هي مش ضرورية لكن لازم تنتهي إلى ضرورية حتى تكون قطعية، لأنها إذا لم تنتهي بضرورية تظل في إيه؟ في التردد والتأمل. طب كيف تنتهي بضرورية؟ هذا اللي حيقول. إلا أنها تنتهي بضرورية، فإنك إذا قسمت 40 إلى 10 أنصاب متساوية خرج لك إلى 10 أنصباء. فإنك إذا قسمت 40 إلى 10 أنصباء متساوية خرج لك في كل نصيب الأربعة. يعني والله عاوز تخليها ضرورية، اللي هي إيه؟ إنه الأربعة دي عشر الأربعين، هات الأربعين وقسمهم إلى إيه؟ 10 أنصباء متساوية. هات 40 كده وقسمهم 10، كل قسم أو كل نصيب مساوي للآخر، حيخرج لك في كل نصيب أربعة. فإذا خرج ذلك ورأيته رأي العين جزمت بأنه إيه؟ ضروري. خلاص قدامك عاوزين قسم 40، كل قسمهم على 10، بس كل نصيب يساوي الإيه؟ الآخر، حيخرج لك إيه؟ أن الأربعة عشر الإيه؟ عشر الأربعين، أو حيخرج لك في كل نصيب أربعة. يلا يا أخي. وكذلك لو عدت، فإنك إذا قسمت، فإنك إذا قسمت 40 إلى 10 أنصباء متساوية خرج لك في كل نصيب أربعة. وكذلك لو عددت في أصابعك 4 ثم 4. ولي عددت، عددت. وكذلك لو عددت في أصابعك 4 ثم 4. مش عاوزة يعني عددت وقال هذه ثم 4 4، مش عاوزة يعني تكتب. وتجمع إلى أن تفرغ من أصابعك 10. يعني افرض ما عندكش حاجات 40 حاجة تقسمها، عد أصابعك 4 بس ما تنساش هتحفظ، واربعة تاني لحد ما تفرق الى 10، حتجد الايه؟ الشيء اللي احنا قلناه ايه؟ ضروري. او تضع في لوح اربعة وفوقها اربعة 10 مرات وتجمع. يا جاب لك جميع الطرق عشان نرتاح منك، قال لك يا اما بالاصابع، يا اما هات طوب، هات حجارة، هات زلط، هات اي حاجة. وبعدين ايه؟ او تجيب لوح، مش كده؟ تضع في لوح أربعة وفوقها أربعة 10 مرات وتجمع ذلك، يعني اكتب أربعة 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 10 مرات واجمعهم، بس خليك شاطر في الجمع. ممكن واحد يقول لك طلعوا 42 أو طلعوا 5، مغفل ما عرفش إيه يجمع. أو تضع في لوح أربعة وفوقها أربعة 10 مرات وتجمع لكان مجموع ذلك 40، فقد حصل لك علم ضروري لا تقدر أن تدفعه بأن الأربعة عشر الأربعين، لكن لم يحصل لك هذا، لكن لم يحصل لك هذا العلم الضروري أولا، بل يعني لم يحصل لك بداهيا، بداهة يعني من أول إيه؟ البداهة من إيه؟ من بداهه أو يبداه، يعني إذا إيه؟ في أول إيه؟ في أول مرة. قول لكن لم يحصل لك هذا العلم الضروري أولا، بل بعد رؤيتك حسيا انقسام الأربعين إلى 10 أجزاء. وهذا معناه إيه؟ أن المعارف أو المعرفة النظرية في أصلها إيه؟ تنتهي بك إلى إيه؟ إلى الضروري، وأن ما هو ضروري كان في أصله نظريا. يعني في العلوم بعضها ضروري وبعضها نظري، البعض النظري ده كان في أصله إيه؟ ضروريا.
الضروري كان في أصله نظريا. يعني الأول شوف لما ظهرت أمامك أصبحت هي ضرورية، لكن ليس من الأول. في أمور من الأول اللي بيسموها البذهيات تخرجها، ما عدا ذلك يبقى كان في أصله نظريا ثم إيه صار إيه ضروريا. نعم. فإذا ضممت هذه المقدمة الضرورية انتهاء، وهي أن ربع الأربعة ربع عشر الأربعين فإذا ضممت هذه المقدمة الضرورية انتهاء، اللي هي إيه؟ اللي هي لم تكن ضرورية أولا، يعني أولا كانت إيه؟ كانت نظرية، بعد أن سلمت بها ورأيتها رؤية العيان أصبحت إيه؟ أصبحت ضرورية. يعني هي أولا ابتداء كانت نظرية وانتهاء ضرورية. وذلك قالك فإذا ضممت هذه المقدمة الضرورية انتهاء، يعني يريد لك اللي هي نفسها نظرية إيه؟ ابتداء. فإذا ضممت هذه المقدمة الضرورية انتهاء، وهي أن ربع الأربعة ربع عشر الأربعين، إلى المقدمة الضرورية ابتداء، وهي أن الواحدة ربع الأربعة. يعني عندنا مقدمتان، واحدة اللي هي الأولى ضرورية ابتداء، والثانية ضرورية انتهاء، يعني نظرية ابتداء وضرورية. أما الأولى ضرورية ابتداء وانتهاء، لأن إذا كانت ضرورية ابتداء لازم تكون ضرورية انتهاء، ما ينفعش تكون ضرورية في البداية في آخر تبقى نظرية، ده العكس ينفع، إنما كده لا. نعم. الضرورة تتغير مولانا؟ ما تتغيرش الضرورة. حصل لك منهما أن العلوم النظرية أنت بعد ما تمارسها الآن وتقعد فيها سنين وتصبح عندك إيه؟ ضروريات، إنما لا تتغير، إنما لا يتغير النظر يصبح ضروري، إنما الضروري ما يصبحش نظري، ده جنون ده. الطعن ده موضوع تاني. المهم المسائل اللي هي في أصلها ضرورية اللي هي بالبداية هذه لا يمكن تنقلب إلى نظرية، إنما ممكن تكون ابتداء نظرية وانتهاء ضرورية ولا عكس. إنما اللي عاوز يطعن حيطعن في الضروريات ويطعن في النظرية، يعني أيوة صحيح، لكن العناد وبيقولوا عليه المكابرة تعمل إيه فيها دي؟ والآن وصل الآن وصلت إلى هذا، وصلت في بدهيات ومسلمات ويطعنون في للجهل يعني أو للغفلة. هي صحيح يعني أي لو كانوا عقلاء لا يطعنون فيها، إنما هم خالفوا المنطق وخالفوا العقل. نعم. حصل لك منهما يعني جماعة السوفسطائية مش طعنوا في المسلمات والبدهيات وقالوا عاوز تقولي أو الآن الوضع يعني بس السوفسطائية معاصرين أو جدد، يعني إنما هو في الأصل نفس الموضوع. وهي تاني ماشي. حصل لك منهما مناقشة مع الحدثيين وغيرهم بالبدهيات، ما انا بقول لك يعني لانه في موازين مختلة حصل لك منهما ان الذي اشتريت به تلك السلعة درهم واحد. مش هؤلاء اللي هم قالوا الشيخ الدبدر قسموا من الطوائف الثلاثة عندية وعنادية ولا عدرية، فجاء عند الطائفة اللي هي الايه العنادية قال لا سبيل الا ان يعذبوا او يضربوا حتى ايه يقروا بوجود الايه الألم، أو نقول لهم هذا النزاع والصياح أليس موجودا؟ نعم. فتقول في نظم البرهان يجب أن يكون المشترى به درهما واحدا، لأن الدرهم الواحد ربع الأربعة، وربع الأربعة ربع عشر الأربعين المشترى به، فينتج
الدرهم الواحد ربع عشر الأربعين المشترى به. فالجزم بهذه النتيجة يسمى معرفة وعلما، لأنه جزم مطابق لما في نفس الأمر. يعني إذا جزمت بهذه النتيجة اللي شرحها لك هذا الشرح الطويل المريح المفصل الجميل، المهم النهاية الفائدة من ذلك أنك تجزم بهذه النتيجة. هذا الجزم هو اللي المسمى معرفة وعلما. أبي الفرق بين المعرفة والعلم أن العلم لا يستدعي سابق جهل، أما المعرفة تستدعي، لكن النتيجة واحدة معرفة وعلما. إن كان عن سابق جهل فيسمى معرفة فقط ولا يكون ولا يكون علما. فالجزم بهذه النتيجة يسمى معرفة وعلما، لأنه جزم مطابق لما في نفس الأمر حاصل عن برهان. يعني لماذا سمي معرفة وعلما؟ لأنه جزم مطابق لما في نفس الأمر حاصل عن برهان. لكن لو كان جزما ومطابقا لما في نفس الأمر وليس حاصلا عن برهان أو عن ضرورة لسمي تقليدا. فالمقلد لا يقال إنه عارف. وهو دليل قطعي لتركيبه من مقدمتين، الأولى منهما ضرورية ابتداء والأخرى ضرورية انتهاء. شوف يقول لك الأولى منهما ضرورية ابتداء، وطالما هي ضرورية ابتداء يبقى ضرورية انتهاء أيضا. والأخرى ضرورية انتهاء، يعني معنى كده ليست ضرورية ابتداء وإنما هي نظرية ابتداء. وقلنا عشان يحصل الجزم لازم تنتهي إلى إلى الضروري. ولو جزمت بهذه النتيجة تقليدا لمن تثق به، يعني عارف أنت الجماعة اللي هم يعملوا في البحث والجنايات والتحريات بيتتبعوا في الأصل أمور نظرية نظرية، لكن حتى تكون دليلا أو برهان على أنه ده المتهم لازم تنتهي إلى إلى ضروري. إنما إذا لم تنتهي تظل الأمر قابل لأنه يكون بريء، أو لازم ينتهي إلى شيء حسي ضروري لا ينكر. فإذا يقول لك نمشي نمسك الخيط أو نتتبع كل اللي يحصل ده اسمه نظر، ده واستدلال وضم مقدمات إلى مقدمات إلى لحد ما نصل إلى الحسي الضروري. لا الآن المتهم مش بريء، البريء متهم. ولو جزمت بهذه النتيجة تقليدا لمن تثق به ممن يعرف الحساب ولم تستعمل أنت فكرك في ذلك. قول تاني كده. ولو جزمت ولو جزمت بهذه النتيجة تقليدا لمن تثق به ممن يعرف الحساب ولم تستعمل أنت فكرك في ذلك لسمي جزمك اعتقادا صحيحا ولا يسمى معرفة وعلما. يعني لو انت اخذت النتيجة دي ممن تثق به، يعني انا اثق في الشيخ مصطفى وفي دينه وعلمه وروحتي اخذت كلامه مسلم، صحيح انا مبني على ثقة لكنه ليس مبني على على برهان ولا عن ضرورة، فلا يخرج عن عن ربقة التقليد مهما كان الشيخ مصطفى، انما ليه؟ لانه ليس وأنا مرة ضربت مثال وهو جماعة ذهبوا لتحري رؤية الهلال، وبعدين معهم واحد رجل يعني عالم ورجل فاضل ورجل ولي من أولياء الله، فأخبرهم بأنه رأى الهلال أو شاهده، فبمجرد أن أخبرهم راحوا وثقوا بكلامه وجزموا به برؤية الهلال، فهم لا يخرجون عن عن التقليد. لكن لو انهم وثقوا في كلامه ثم تحروا كما تحرى ورأوا كما رأى خرجوا عن التقليد، يعني خد مع عشرة نشوفوا الهلال، فراحوا العشرة اول ما قال لهم شفت راحوا راجعين وقالوا خلاص الله اكبر الله بكره العيد او بكره، انما راحوا قالوا يا سيدنا الشيخ شفتوا الهلال فين؟ قالوا فنظروا إليه كما نظر. يبقى إذن في الحالة دي خرجوا كلهم عن التقليد ما دام اثرأوا أصبحوا غير مقلدين، لكنهم في الأول كانوا كانوا مقلدين.
يلا. نعم. لا لا، فيهم من هو على علم ونظر واستدلال، وفيهم المقلد، بل الصحابة فيهم عوام أيضا. لا، الصحابة لما آمنوا آمنوا عن دليل وعن برهان، ما آمنوا كذا تقليدا، يعني آمنوا عن دليل. قل إنما أعظكم أن إيه، أن قل إنما أعظكم بواحدة، ثم تتفكروا، يعني تفكروا ونظروا في الأدلة وعلموا صدقه وأمانته وقاسوا الأمور واعتبروا بها فعلموا. والمعجزة أيضا يعني في دليل، يعني بمجرد أن قال لهم إني رسول الله صدقوه، ولا في براهين برهان. فين البرهان؟ المعجزة. لم يبحث عن دليل ليس معناه أنه مقلد، لكن عنده دليل هو لا، يعني لماذا لا يبحث عن دليل؟ لأنه عنده الدليل مصاحب له قبل ذلك، طول معاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم علم صدقه، فلا يحتاج إلى دليل بعد طول هذه العشرة. يعني لو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة كان وثق من أول مرة. ولذلك لما قالوا موضوع الإسراء والمعراج وسمي بسببه الصديق، بني هذا عن دليل ولا عن تقليد؟ قاس بالدليل، قال إنه يخبرني أو أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيه في يوم وليلة، فكيف لا أصدقه في هذا الأمر البسيط؟ بيت المقدس، بيت المقدس خطوتين بالنسبة ليه، لما لخبر السماء اللي بينها وبين الأرض كم من المسافات، يعني هنا دليله عن علم وعن دليل. وطول معاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم علم صدقه وأمانته وتنزهه عن الكذب فصدقه، فلا يقال إنه مقلد، لا يقال سيد العارفين. سيدنا أبو بكر الصديق ليس مقلدا، ده في قمة العلم والمعرفة. ده التقليد في يبقى في شيء، إذ كل من قلد إيمانه لم يخف، هو ده إيمانه لو وزن بإيمان الأمة لرجع، فتجعله مقلدا. يعني ممكن يقول لك الأبله أو المغفل، ممكن، إنما أي إنسان في فطرته أنه يستطيع أن يقيم دليلا، إيه الدليل يسموه الجملي، دليل إجمالي، لكن يعجز عن تقريره وعن تفصيله، فيقال أنه يكفي في عقائد الإيمان الدليل الإجمالي، فبهذا لا يكون هناك مقلدة، وإنما عوام المؤمنين يسمون إيه مقلدين. ليه؟ لأنهم خرجوا عن معرفة الدليل التفصيلي ورد الشبه، ولم يخرجوا عن معرفة دليل أصلا، يعني معناها عندهم دليل بس ما يعرفوش إيه المقدمة الصغرى والكبرى ونظم الدليل وتقريره، فلهذا سموا مقلدة اصطلاحا، إنما حقيقة أو شرعا غير مقلدين، لأنه عندهم دليل في الجملة. الأعراب لم يدرس علم الكلام ولم يعرف هذه المسائل، وقال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام، فهذا عنده دليل بس دليل إيه في الجملة، لكن لو جبنا له شبهة في قدم العالم والأفلاك وكلام الفلاسفة والتجسيم والتشبيه هيحتار الأعراب، يقول لك يا عم سيبني من الملة دي خالص، أنا خليني معه، فيبقى في الحالة دي مقلد ولا مش مقلد؟ فهو مقلد من جهة عدم معرفة التفاصيل وتقرير الشبه والرد، وهو غير مقلد لأنه يفهم دليلا في الجملة، لأنه حتى كده لو سألت أكثر أو أشد الناس عامية وتقول له هل يمكن أن يوجد هذا الكون بدون خالق، يروح ينفر من هذا ويقول لا يا أخي لا يمكن، ده ما فيش سفينة من غير ربان، ولا فيش سيارة من غير قائد، ولا في الصنع، يقول لك هو ذا الدليل. يبقى في هذه المعرفة الإجمالية غير مقلد. إنما احنا ماذا نعني بالمعرفة؟ التفصيل والنظر والمقدمات والبراهين، وهو غير عارف بها فهو مقلد،
ولذلك قال إذ كل من قلد في قال إيمانه لم يخلع. لكن لو ما فيش دليل أصلا يبقى ما فيش إيمان أصلا. لو أنه لا يعرف دليلا لا جمليا ولا تفصيليا يبقى لا يوجد إيمان. ولهذا قال إيمانه لم يخلع عن يعني فيه تردد بين القوم. ولم يقل إيمانه غير صحيح، قال تردد فيه في حكمه وفي الكلام عليه إلى أقوال يمكن زادت على ستة. ولو جزمت بهذه النتيجة تقليدا لمن تثق به ممن يعرف الحساب ولم تستعمل أنت فكرك في ذلك لسمي جزمك اعتقادا صحيحا. يعني مثلا أنت عارف واحد أشطر واحد في مصر في الرياضيات والحساب وراح قال لك مثلا 5000 في 7000 مثلا ب90,000 تاخدها كده زي كأنها يعني وحي. ليه؟ لأنك عارف أنه ده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في موضوع الحساب. عارف أنه يعني اللي هو مشهور بالرياضة اسمه ايه اللي هو في علم الرياضيات ده القديم ده أينشتاين فيثاغورث عامله يقول لك أينشتاين. احنا رحنا في الذرة أو في يعتبره ده يعني مع أنه قد يخطئ. فلأجل هذا يعني لو أخذها ممن يثق به ولم يستعمل الفكرة لسمي هذا الجزم اعتقادا صحيحا ولكنه لا يسمى معرفة وعلما. يسمى اعتقاد صحيح وليس باطلا لكنه لا يسمى معرفة ولا يسمى علم، لأن العلم أو المعرفة الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان. ولو لم تثق بمن أخبرك بهذه النتيجة بل ترجح عندك صدقه واحتمل احتمالا مرجوحا عندك أن يكون مخطئا لكان إدراكك الراجح ظنا. يعني عاوز يقول لك الأول يسمى تقليد والثاني ده لو كان في احتمال يسمى ده ظن وبعدين الثاني وهم ولو تساوى لكان شكا. وإدراكك المرجوح وهما ولو تساوى عندك احتمال صدقه وكذبه لكان إدراكك لكل واحد من الاحتمالين المتساويين شكا. يعني متى يسمى اعتقاد صحيح؟ إذا كان تثق به وثوقا يعني تاما. لكن إذا كان عندك احتمال بأنه يكون مخطئا ولكن يعني درجة علمه أو ثقافته يعني خطأه قليل جدا يسمى هذا ظن راجح. ظن راجح. وإن تساوى عندك أنه يكون صادق وكذب بنسبة واحدة يسمى هذا شك. وإن زاد يسمى وهم. ولو جزمت على سبيل الغلط إما لوقوعك في شبهة أو لتقليدك من وقع فيها ممن تثق به في زعمك بأن ربع عشر 40 2 لـ1 لكان جزمك هذا جهلا مركبا. يعني هنا جاب لك الظن خلاص فهمناه وجاب الشك وجاب الوهم بعد كده هيجيب لك الجهل المركب وجاب لك لك لو جزمت على سبيل الغلط إما لوقوعك في شبهة. يعني إيه اللي بيخلي الإنسان يغلط؟ يشتبه عليه الأمر سبب الخطأ الاشتباه أو لتقليدك. زي مثلا أنت حافظ القرآن 100% ورحت أخطأت في آية. إيه سبب الخطأ؟ أنك اشتبهت بآية أخرى مع أنك حافظ ولكنك أخطأ. يبقى سبب الخطأ وقوعك في شبهة أو لتقليدك من وقع فيها ممن تثق به في زعمك. يعني مش أنت اللي وقعت في شبهة، ده الجناب اللي بتثق فيه هو اللي وقع وأنت طبعا واثق فيه. مرة واحد أنا كنت واثق فيه وثوق يعني تام، فقال حديث والله زمك وقال ده في البخاري وأنا فاكره طبعا ده يعني ابن حجر العصر. فأنا رحت كده على نياتي مع الناس وبقرأ جبت الحديث ورحت قايل نفس اللي قاله ما أنا لم أرجع للبث وثوقا به. فإذا واحد يقول له البخاري وإحنا أنا شغال فيه لي 50 سنة ولي قلت لا فكدت أقسم بالله أنه ما أنا واثق في الرجل ده كأنه سيدنا جبريل اللي قال لي ده في البخاري. واتضح أنه السبب في هذا وثوقي في هذا الرجل ولكنه وهم هو لم يكذب وغلب على ظنه. ولكن هذا لا يغني من الحق إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم فرأي كنت حلف ساعة
استنى لا تتسرع، تعال دور يمين شمال في البخاري في الشروح في ابن حي، ما فيش لا ما تتعبش نفسك. وفي الاخر يا سيدنا الشيخ كيف الكلام ده في البخاري؟ يقول لي والله العظيم ما تحلفش. يقول لي بقى في الاخر طبعا عاوزه في اي مكان، وجبت له معايا البخاري بعد ما بحث ولم يجده، قال لا الطبعات دي فيها لعبه برضه مش راضي يتنازل عن ايه عن اللي يا مولانا طبعا من زمان ده جايب لك الطبعه بتاعت بولاق الطبعه الاصليه. قال لا انا عارف انه طب نعمل ايه دلوقتي؟ نجيب الامام البخاري نساله نفسه مش راضي يتغير لحد ما ربنا هداه واعترف. وتصور طلع ايه في الاخر؟ انه هو مقلد لواحد تاني واحد قديم زمان ميت قايل له كده صدقه. ولو جزمت على سبيل الغلط اما لوقوعك في شبهة او لتقليدك من وقع فيها ممن تثق به في زعمك، لان ربع عشر الاربعين اثنان لا واحد، لكان جزمك هذا جهلا مركبا، لانك جهلت ما في نفس الامر وجهلت انك جاهل به. يبقى اذن لماذا مثلا نسمي اعتقاد الفلاسفة في قدم الافلاك جهل مركب، او اعتقاد النصارى في التثليث جهل مركب، او اعتقاد اليهود والنصارى معا انه لا يدخل الجنة غيرهم؟ قال ده جهل مركب. ليه؟ لانه تركب من جهلين، لانه جهل ما في نفس الامر وجهل انه جاهل به. يعني الفلاسفة جاهلوا ما في نفس الامر، وهو ان الافلاك ليست ايه حادثة، ليست قديمة، انما هي ايه حادثة، وجهلوا أنهم جاهلون بحدوث الإيه الأفلاك. إذا تركب جهلهم من إيه؟ من جهلين، كما قيل في الكلام المعروف، قال إيه حمار توما أو يوما، كانوا يقرؤوها كذا يوما، لو هو اسمه يوما اسمه توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط صاحب جاهل مركب. ولكن هذا البيت لا يعني خطأ الاستدلال به. ليه؟ لأن الجهل البسيط والمركب هذا عما من شأنه أن يوصف به، أما الحمار أو البهيمة أو الجدار فليس من شأنه. وذلك التقابل بين العلم والجهل، هل هو تقابل ضدين ولا تقابل عدم ملكة؟ لا أنت كده تسرعت في الإجابة. لو كان الجهل بسيط يبقى التقابل بينه وبين العلم تقابل عدم ملكة، لأن الجهل البسيط معناه أنه لا يعلم، يبقى ما فيش علم هنا خالص، يبقى تقابل إيه عدم وملكة. أما التقابل بين العلم والجهل المركب تقابل بالضيل، لأنهما أمران وجوديان. أما البسيط ده أمر عدمي وليس أمر إيه وجودي. إذا سئلت تقابل بين العلم والجهل تقابل إيه عدم وملك ولا ضدين، أول حاجة قبل أن تجيب قل إذا كان بسيط بعدم وملك، أما إذا كان مركب يبقى تقابل ضدين، لأن الضدين أمران وجوديان، أما العدم والملك أحدهما وجودي والآخر إيه عدمي. إذن فما هو العدم هنا، البسيط ولا المركب؟ البسيط، لأن المركب لا يكون إلا وجودي. يلا فاعتبر من هذا الذي ذكرناه مثال المعرفة وأمثلة أضدادها، فإذا عرفت هذه المقدمة يعني أقول لك اعتبر من هذا الذي ذكرناه مثال المعرفة وأمثلة الضادة، يعني أن العلم بهذه الأحكام واجب، لأن العلم بما تصدق هي عليه واجب، ونريد به العلم بما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز، ولا شك أنه يجب علينا العلم بوجوب وجوده ووجوب وحدانيته إلى آخره. خلاص كده؟ لا. إذا عرفت هذه المقدمة عرفت حينئذ معنى قولنا يجب على كل مكلف أن يعرفه، أي يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى. يعني الكلام ده الشرح الطويل ده عشان يوصلك إلى معنى قوله يجب على كل مكلف أن يعرف، مش مجرد يعرف،
ده يعني يجب شرعا على كل مكلف. وعرفنا من هو المكلف، ها هو المكلف من هو؟ البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، لأن التكليف هنا بالأصول وليس بالفروع. طيب إذن المكلفون هم إيه؟ هم الثقلان، الإنس والجن، وسموا بالثقلين لأنهم إيه؟ أثقلوا أو ثقلوا بالتكاليف الشرعية. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني أنت مع كثرة الأوزار والمسؤوليات وأنت أصبحت إيه؟ مثقل من الثقلين، لأنك منوط بك مسؤولية وأحكام. يبقى يجب عليك أن تعرف، أن تجزم، مش تعرف فقط مجرد معرفة يعني كده اطلاع كده أو ثقافة، لا ده يعني يجب عليك أن المعرفة هي الجزم المطابق للواقع عن ضرورة أو برهان. فمش فقط تعرف زي ما المعرفة السائدة كده أو دار المعارف أو لا، ده معناها تجزم. يجب عليك شرعا أن تجزم بهذه الثلاثة اللي هي إيه؟ اللي هو ما هو واجب وما هو مستحيل وما هو جائز في حقه تعالى، وأيضا مثل ذلك في حق رسل الله عليهم جميعا صلوات الله سبحانه وتعالى، جزما مطابقا لما في نفس الأمر حاصلا عن ضرورة أو برهان. يعني المسألة ليست سهلة، مش لعبة، مش مجرد تعرف نقول تعالى مثلا نتعرف على كتاب أو على مكان، معرفة كده معناها بعد دقائق تنساه، ده لازم تبقى عندك جزم وتستقر في نفسك وينعقد عليها قلبك ولا تطفو إلى الذهن مرة أخرى للمناقشة أو للجدل أو للاحتمالات أو للشك أو للتردد. يلا يا شيخ. فإذا عرفت هذه المقدمة عرفت حينئذ معنى قولنا يجب على كل مكلف أن يعرفها. وذلك أطال فيها جدا لأنه مهمة جدا، مهمة ونفيسة. تفضل. أي يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة بحق. إيه هي الثلاثة؟ ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه تعالى، وأيضا مثل ذا في حق رسله. ولكن قلنا الواجب والمستحيل والجائز، مع أنه التسمية واحدة ولكن يختلف المعنى، وهذا من باب المشترك اللفظي وليس من باب المشترك المعنوي. المشترك اللفظي أن إيه؟ اتحاد اللفظ واختلاف المعنى. أما المشترك المعنوي اتحاد لفظ واتحاد معنى واتحاد الوضع واختلاف الأفراد. يبقى معناها هنا الواجب اسم واجب وهنا اسم مستحيل، سواء كان في حق الله أو في حق الرسل أو في واجب هو نفسه، لكن هنا الواجب اللي هو في حق الله تعالى من باب التسمية واحد ولكن من باب المعنى مختلف، لأن الواجب لله مثلا القدم أو الوحدانية أو البقاء. هل مثل ذا يعني مثل ما يجب لله يجب في حق الأنبياء؟ لا، لكن مثل ما يسمى أو يقال إنه واجب يقال أيضا في الأنبياء والرسل أنه واجب، ولكن بما يناسب صفاتهم البشرية وبما يناسب أنهم مخلوقون أو أنهم حوادث. الله. ما في واحدة في الأول، في الأول يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب، فالواجب الأول ده بالمعنى الشرعي، أما الثاني هو الوجوب العقلي ومن الأحكام العقلية الثلاثة. أوقف عليها بعد الصلاة. شربت تقريبا 10 جرام.
نعم شيخ الشافعي ستنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم شافعي إيه؟ اللهم مالكي شافعي شافعي واحد راح مالك قال له اللهم مالكي يعني الله يملكنا يعني مش مالك يعني مذهب والنبي شافعي طبعا فيها يحتمل انه هو يعني من الشفاعة ومن المذهب فإذا كان النبي شافعي فالله تعالى مالك بركة الشيخ فضل فين تمو خلاص كده بتابع التواصل اللي يخرج قريب إن شاء الله هو عم تجيب ليش نسخة ونوزع برضو على الطلبة يا شيخ لازم تجيب لي صح أنا يعني أخرتك لكن انت هتطبع جيب لي نسخة إن شاء الله انت حط من قرض وسيدنا الشيخ أسامة والشيخ عبد الجاعس مين تاني بس ده واحد ومئة ألف يا سيدي الله يلا يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبر من هذا الذي ذكرناه مثال المعرفة وأمثلة أضدادها فإذا عرفت هذه المقدمة عرفت حينئذ معنى قولك معنى قولنا يجب على كل مكلف أن يعرفه أي يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام جزما مطابقا لما في نفس الأمر حاصلا ذلك عن ضرورة أو برهان إلا أن الضرورة لم يجري الله تعالى بها العادة فتعين طلبها بالبرهان يعني الضرورة دي تكون إيه؟ على غير العادة لم يجري الله تعالى بها العادة العادة اللي أجراها يعني السنن أن تكون المعرفة عن نظر أو عن إيه؟ أو عن برهان لكن إلقاء العلم الضروري هذا يكون على جهة خرق العادة كما ألقى الله تعالى في قلب أم سيدنا موسى عليه السلام أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن كل هذه المعرفة حصلت عندها عن ضرورة بالإلجاء ألقى الله تعالى في نفسها فلم تجد لذلك دفعا ولا ردا ولكن هل هذا هو العادة لا هذا خرق الايه خرق العادة وممكن واحد تحصل له المعرفة من غير نظر ومن غير استدلال ومن غير برهان يعني بالضرورة ولكن هذا ليس هو الايه ليس هو العادة واضح فلو لم يحصل وكذلك مولانا ما يحدث في قلوب بعض الاولياء من احنا جبنا كم مثال احنا قلنا بس سيدتنا ام موسى عليها السلام هذا مثال وما يلقى في قلوب العارفين والاولياء وما القاه الله تعالى من العلم الضروري اليقيني في نفس او في قلب سيدنا الخضر ده كان عن دليل على كان عن ايه عن ضروره كان ضروره ولو لم يحصل للمكلف الجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى أقول لك إلا أن الضرورة لم يجري الله تعالى بها العادة فتعين يعني تعين طلبها طلب إيه طلب طلب الضرورة طلب هذه الثلاثة لا فتعين طلبها طلب المعرفة نعم طلب المعرفة إيه كيف طلب المعرفة ماذا نقرأ فتعين طلبها يعني طلب المعرفة واحد يقول طلب العادة عاد تيلا تطلبها دي يلا يا سيدي فلو لم يحصل للمكلف الجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى
وبحق رسله عليهم الصلاة والسلام، بل إنما حصل الظن أو الشك أو الوهم. يعني لو لم يحصل للمكلف الجزم بهذه الثلاثة، يعني بما هو واجب وما هو بما هو مستحيل وما هو جائز، وفي حق رسله يعني بما هو واجب في حقهم وفي إيه وما هو مستحيل وما هو إيه جائز، مش كده؟ ولو حصل، بل إنما حصل الظن أو الشك أو الوهم لم يكفه ذلك بإجماع. يعني لو كانت معرفته ليست عن جزم مطابق، وإنما كانت عن إيه ظن أو شك أو وهم، فهل يكفي في العقائد الإيمانية ذلك؟ لا، هذا لا يكفي، لابد أن يكون جزما مطابقا عن ضرورة وعن برهان. يلا. ولو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم اليهود والنصارى ومن في معناهم، يعني إذا كان عن غير جزم، غير جزم حق إيه؟ غير جازم ظن شكوى، إذا كان غير مطابق هيبقى إيه؟ جهل. يبقى في هذا يعني معناها لا يكفي ذلك كله، لا بد من الجزم المطابق عن ضرورة أو عن برهان. فلو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم اليهود والنصارى، يعني ممكن يحصل له الجزم لكن يكون هناك حالتان، ممكن يكون جازما وحصل له الجزم لا عن ضرورة ولا عن برهان ويكون جزمه غير مطابق، وممكن يكون مطابق، فإن كان غير مطابق فهو كفر قطعا، وإن كان مطابق هنا يأتي الخلاف اللي هو التقليد. كفر قطعا والاعتقاد فاسد يا مولانا ليكون عام. فين؟ كفر. افرض اعتقاد فاسد، هو الكفر ايه؟ مش اعتقاد فاسد؟ لا، الاعتقاد الفاسد قد يكون هذا يعني عام، قد يكون الاعتقاد الفاسد هذا يعني يكون بدعة. هل يكون الاعتقاد الفاسد إلا كفرا؟ قد يكون بدعة أو فسقا. ما هو بدعة كفرية برضو، ما هو البدع فيها قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فطالما هي تتعلق بالاعتقاد يبقى مكفرة. يبقى هنا يتكلم عن أصول الاعتقاد. طبعا مع الأصول مش بيتكلم عن الأصل الواجب والجائز والمستحيل. نعم. تعوز تجرنا للموضوع؟ لا لا، هو مش عاوز يكفرهم، هو كفرهم وريح نفسه. نعم. لا، احنا نتكلم هنا في الواجب والجائز والمستحيل، لسه ما رحناش لموضوع عذاب القبر. وبعدين الجمهور على انه يفسق فاسق وليس بكافر، لكن فاسق مش فاسق بمعنى يعني عاصي او لا، فاسق عقيدة، فسق اعتقادي، زي فسق اهل الفرق الضالة، ولكنه لا يخرج من الملة. نعم. الله. ولو حصل له الجزم إلا أن حدش مع ورقة بتاع ورقة بتاع المناديل ده أو مناديل يا ولد، تجيبوها مكفولة. طب لا ثاني بقى هيبيعها. تقعد على الكرسي يا مولانا، الكرسي ده فيه ثلاث كراسي فاضيين أهو، ده الرابع. ولو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم اليهود والنصارى ومن في معناهم وسائر الكفرة بالكفر، هذا الجزم الذي عند اليهود والنصارى أو عند أهل البدع المشبهة والمجسمة والخوارج وغيرهم، هذا جزم ولكن غير مطابق لما في نفس الأمر، ولذلك قال كجزم اليهود والنصارى ومن في معناهم، ومن في معناهم يدخل فيه أهل البدع الاعتقادية. من عقل يحصل المغايرة يا مولانا، ومعنى ذلك هو اعتقاد فاسد مش كفر، لأنه عطف من في معناهم على اليهود والنصارى. خلاص، خلينا في الاعتقاد الفاسد اللي هو كفر،
فقد يكون الاعتقاد الفاسد كفرا وقد يكون كفر دون كفر. الحمد لله. يلا. وسائر الكفرة بالكفريات التي جزموا بها لم يكفي ولم يعذر فيه إجماعا. يعني لو جزم كجزم اليهود، لو جزموا به، جزموا بأنه لن يدخل الجنة سواهم، وكذلك النصارى مع أنه الآية جمعتهم وقالت وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فلم يقل اليهود أو نصارى، اليهود قالوا إلا من كان هودا فقط، والنصارى قالوا إلا من كان نصرانيا فقط. وهذا يسمى في البلاغة أنه جمعهم في آية واحدة لف ونشر، معناه وقالت النصارى لن يدخل إلا من كان نصرانيا، وقالت اليهود لا يدخل إلا من كان يهوديا، فجمعهما وقالوا، يعني قال كل منهم القول الذي يعتقده. ولذلك جاءت هنا أو عشان التقسيم هنا، وليس المراد بها الشك ولا التخير، إن هنا للتقسيم، يعني قسمت القسم ده قال كذا والقسم ده قال كذا، وأنت تعزو كل قول لما إلى قائله. ولو حصل منه جهل مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يكن ضرورة ولا عن برهان، وإنما كان عن تقليد، ففي ذلك طرق وأقوال. يعني الآن دلوقتي الأول ده لو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر، خلاص كده هذا قطعا كافر، فلا يجوز الشك في كفر اليهود والنصارى بل في كفر كل من خالف الإسلام فلم يؤمن به من غيرهم، يعني غير المسلمين كالهندوس والذين لم يتخذوا لهم دينا كالشيوعيين والعلمانيين المنكرين. العلمانيين قسمين، في منكر للدين وفي غير منكر، فكل هؤلاء كفار ولا يجوز الشك في كفرهم، فمن شك في كفرهم فهو كافر، لأنه لازم يكون جزم مطابق عن ضرورة أو عن أو عن برهان. مالك هو كذا عجبهم، احنا ما نتكلم في الدين مش في السياسة. أصحها أنه كافر دينا مؤمن سياسة. أيوه. ما هنا يا مولانا العلمانيين الذين العلماني ممكن يكون مسلم، ممكن يكون يهودي، ممكن يكون لا ديني، هو قال الذين ينكرون الأديان، فمش كفرهم لكونهم علمانيين، لكونهم ينكرون الأديان، فالعلمانية قد تتفق مع الإسلام. خلاص كده. أصحها أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه. يبقى إذن الآن دلوقتي في القسم الأول خلاص انتهينا منه اللي هو في إجماع، يعني نشوف مثال كده، لو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم اليهود والنصارى ومن فيهم، يعني جزمهم بما يعتقدون، وسائر الكفرة بالكفريات التي جزموا بها. ما هو الكافر ما عارف، انت خد بالك الكافر مثلا لو بيعتقد انكار وجود الله او يعتقد التثليث او يعتقد ان الله هو المسيح ابن مريم او يعتقد ان الله هو الحجر او الى اخره، يجزم بذلك، يعني ما كفر ظنا او يعني ترددا او قال على دبل، قالها على سبيل الجزم، ولا يكون كافرا إلا إذا كان جازما في كفره. فلم يكفي ولم يعذر، يعني لم يكفي أنه حصل له الجزم غير المطابق، لم يكفي ولم يعذر به إجماعا، بمعنى أنه ده كفر إجماعا زي ما أقول اعتقاد فاسد عشان ما يتزعج. ولو حصل منه جزم مطابق لما في نفس الأمر، يبقى هنا دخلنا في حكم مين هنا؟ في حكم المقلد، إلا أنه لم يكن عن ضرورة ولا عن برهان وإنما كان عن تقليد، ففي ذلك طرق وأقوال، يعني المسألة فيها نظر وفيها بحث وفيها تطويل إلى آخره. إنما الأول ده في خلاف إلا عند الشيخ مصطفى، هو الذي خالف في ذلك.
أصحها أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه. يبقى الكلام هنا في مين؟ ها؟ في المقلد. مهما كانت فيه قابلية. وبعدين في أقوال في إيمان المقلد، فاكرين لما كنا نشرح في الجوهر كل من قلد في التوحيد؟ لا مش عاوزين البيت، ففيه بعض عاوزين الأقوال. ففيه بعض القوم يحكي الخلفاء، لا عاوزين أصحها أو أرجحها. إيه صحة إيمان المقلد؟ صحة إيمان مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر كما قال الشيخ الدردير، وإلا فلا. خلاص كده؟ ده الأصح. ده ليه؟ لأننا قلنا أنه التقليد ده لو بحثت يعني ما المراد بالتقليد، يعني أنه لا يعرف دليلا أصلا، قلنا هذا يعني عوام من المسلمين، عوام من المسلمين عندهم أدلة إيه إجمالية أو جملية، لكنهم لا يعرفون التفصيل ولا يعرفون إذا اعترته شبهة لا يعرف ردها. لكن فيه هنا حاجة مهمة، إذا جاءته شبهة وشبهة قوية هل تزلزله؟ هل يعني تخرجه عن معتقده ولا يقاومها ويدفعها؟ أو إذا كان في مقاومة وفي دفع، هذا هو محض الإيمان. ده إن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان ليس هو التعريف النظري ده، إنما هو حديث النفس، حديث النفس التابع للمعرفة. ففي هذه شوف التابع للمعرفة، فإذا تردد أو قوي الوازع في نفسه في رد هذه الشبه ولو لم يقدر على ردها علميا أو بأدلة، ولكنه يقاومها بإيمانه، فهذا لا يمكن يقال أنه فيه أقوال. أصحها أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه مهما كانت فيه قابلية لفهم ذلك. بس أصحها يعني في نظر مين؟ ها؟ في نظر المؤلف، لنسى الكلام في بحثها، إنما في عند غيره ليس هذا هو الايه الأصح. وعشان كده المسألة حندخل فيها وحنطول فيها، مسألة التقليد نحط العلامة هنا عند ليه؟ عند موضوع التقليد، عشان يعني انت لما خدت الكتب طبعا يعني فرحت بها، وهذه الفرحة طبعا اذهبت ايه قوة التحصيل. والشيخ مصطفى عاوز مش عارف يعمل ورد او حضرة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يحول الازهر الى مقر بدع، ونعمل ايه؟ ومعنا الشيخ عماد مولانا شيخنا، وان اقرك عليها فهو المسؤول، عاوز يعمل دعاء صلاة افريقية. ايوه هنعملها ان شاء الله. خلاص صدر الامر من الباب. طيب هتتابع معنا ولا لا؟ وانا يعني شيخ اللهم صل افضل صلاه على اصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.
اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم تسليما، وزده تشريفا وتكريما وتعظيما، أنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة، واجمع بيننا وبينه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وأهلك الكفرة أعداءنا وجنبنا الزيغ والفتن يا رب العالمين، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم استجب بفضلك دعاءنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وزع يا حمد، اصبر وزع يا اخي، وزع وزع لاحبابك كل الدين ده. تمام تمام ولا ما؟ طب ماشي. اه ده احسن، مش عارف كده معانا احسن. ايه مول السنة انا جيت انا مش جيل واحد، خليها في اخر الليل من اخوان اللي يجي معانا. خد يا محمد امين، اللي مش معايا والله وحشتنا والله. انا قاعد يا عم، اذا ناخد التفريجين هروح بس فاخر ليه؟ فين؟ يا عم والله العظيم معايا دي بلد مش الجماعة ابدا، والله ابدا. مال من بيت؟ خد يا اخوان يا بدر. بعض ما خدوا، بعض ما خدوا. طبعا ان شاء الله صلاة تفريجية دير اولا هي لقضاء الحوادث، واخونا بدر ان شاء الله الرحمن الرحيم. هات العدد، هات العدد، هات الكيس اللي ورا ده. هذه صلاة من المجربات التي جربها كثير من العلماء والمشايخ الكبار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبينا، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى لغمام وجهه الكريم وعلى آله 4444 مرة. طبعا احنا عدد كبير، احنا عملناهم في سورة حب، هنا كل واحد ياخد شوية يقولهم على حباه حباه وبعد كده يرجعهم لنا تاني. ماشي؟ كل انت تاخد الشوال كده كده، وكل واحد ياخد شوال في ايديه، بس اهم حاجة العدد، يحرص على ان ما حدش حاجة توقع وانه يحتفظ بالعدد اللي موجود. لا هي وآله بس، الاذن اللي احنا واخدينه من مشايخنا وآله بس. نحرص على الحب بحيث ما ينقص عشان العدد لا ينقص. يبدأ الآن يا سيدي، اللي ياخد يبدأ اللي ياخد يبدأ إن شاء الله بسم الله إن شاء الله بنية قضاء حاجة أخونا بعد وكل حوائجنا وحوائج المسلمين إن شاء الله، وسوف تتكرر هذه الجلسة إن شاء الله. فليبدأ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ممكن تعيدوا على أساسه لغاية لما يجيكم الحب وتخصموا منه. Thank you.
اللي خلص يقول في تاني ياخد تاني، اللي خلص ياخد تاني. من؟ Thank you.
اللي خلاص ياخد من اللي جنبه، اللي خلاص ياخد من اللي جنبه من اللي مخلص.